15 من أغسطس نبدأها بعنوان من ABC News مقتل 3 صحفيين في أحداث الاضطرابات الأخيرة في مصر. وفي World News ارتفاع قتلى فض الاشتباكات في مصر إلى 327 ضحية. وعلى Fox News السيناتور جون كيري يدعو إلى الهدوء في مصر ويرى العنف في مصر ضربة قاسمة لمفاوضات الصلح. وعلى رويترز إسلاميون يدعون لمظاهرات مع ارتفاع ضحايا الاعتصامات في مصر. شكرا لمتابعتكم.